تبدأ الحكومة يوم الخميس المقبل صرف نحو 3 مليارات جنيه دفعة جديدة من دعم الحكومة للمصدرين المستفيدين بالمرحلة السابعة لمبادرة السداد النقدي الفوري. أفادت وزارة المالية أنه في 8 أغسطس المقبل سيتم استكمال صرف دفعات جديدة للمستفيدين بالمرحلة السابعة لمبادرة السداد النقدي الفوري، مضيفة أنه تم صرف 11 مليار جنيه حتى الآن في المرحلة السابعة لمبادرة السداد النقدي الفوري. ولفتت الوزارة إلى أن إجمالية قيمة ما تم صرفه دعما من الحكومة للمصدرين منذ أكتوبر 2019 وحتى الآن يبلغ نحو 65 مليار جنيه. عقد وزير الصناعة والنقل كامل الوزير اجتماعا لبحث سبل تنمية وتطوير صناعة الملابس الجاهزة في إطار خطة لتشجيع وتعظيم الصادرات. خلال الاجتماع ناقشت وزارة الصناعة والنقل المعوقات التي تواجه صناعة الملابس الجاهزة ومقترحات حلها ضمن أهداف الدولة لاستعادة مكانة الصناعات المصرية في هذا المجال على المستوى الدولي وزيادة حجم الصادرات إلى الخارج لتوفير العملة الصعبة ودعم الاقتصاد القومي. هذا وناقش الاجتماع أيضا مع ممثلي إحدى الشركات المالكة للعلامة التجارية بوش للأجهزة المنزلية خطوات إنشاء مصنع في مدينة العاشر من رمضان وباستثمارات تتجاوز 50 مليون يورو. أكد وزير البترول كريم بدوي أن تأصيل ثقافة السلامة والعمل الآمن لدى العاملين والحفاظ عليهم أولوية أولى والالتزام بها وتطبيقها كأحد الركائز الأساسية لاستراتيجية العمل البترولي. وأوضح الوزير خلال الجولة التفقدية لسير العمل في حقل ظهر في بورسعيد أن ما تم تحقيقه في هذا المجال هو طفرة وراءها مجهودات كبيرة. هذا وكشفت الوزارة عن أن حجم الاستثمارات التي تم ضخها منذ بداية الشراكة مع إني حتى الآن يصل إلى حوالي 39 مليار دولار. تم إنفاق حوالي ثلث تلك الاستثمارات خلال أعمال تنمية حقل ظهر بإجمالي استثمارات تصل إلى 13 مليار و500 مليون دولار، بالإضافة إلى وجود خطط مستقبلية طموحة لضخ مزيد من الاستثمارات. في أسواق البترول العالمية استقرت أسعار النفط إلى حد كبير وظل خام برنت فوق مستوى 85 دولار للبرميل في وقت يقيم فيه المستثمرون توقعات أقل تفاؤل بشأن نمو الطلب من وكالة الطاقة الدولية مقابل مؤشرات على تزايد الاستهلاك في الولايات المتحدة. هذا ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 34% ليصل إلى 82 دولار و38 سنت للبرميل، كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 28% ليصل إلى 85 دولار و32 سنت للبرميل، فيما انخفضت أسعار المازوت عالميا بنسبة 6% لتصل إلى $2.51 للتر. تراجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 1.85% لتسجل نحو $2.28 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أكدت وكالة الطاقة الدولية أن نمو الطلب العالمي على النفط سيتباطأ إلى ما يقل عن 1 مليون برميل يوميا خلال العامين الجاري والمقبل، وذلك مع انكماش الاستهلاك في الصين. وفي تقريرها الشهري أعلنت الوكالة أن الطلب العالمي للنفط ارتفع في الربع الثاني بمقدار 710 ألاف برميل يوميا على أساس سنوي، وهي أقل زيادة فصلية منذ أكثر من عام. هذا وتوقعت الوكالة انخفاض الطلب العالمي على النفط إلى حوالي 40% في عامي 2024 و2025. أكد المكتب الوطني للإحصاء بالمملكة المتحدة أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 4% خلال شهر مايو الماضي، وهو أعلى من توقعات الاقتصاديين الذين توقعوا زيادة بنسبة 2%. وقالت وزيرة المال البريطانية الجديدة ريتشل ريفز إن تحقيق نمو اقتصادي هو مهمة الحكومة، معلنة إنشاء صندوق سيادي وطني بإجمالي استثمارات تصل إلى 7 مليارات و300 مليون جنيه استرليني على مدار 5 سنوات لإعادة بناء البلاد.
مشاهدينا نهاية هذه الجولة الاقتصادية، عودة مرة أخرى لهبة وحكمة لاستكمال ما تبقى من التاسعة. أشكرك فاطمة.